إبراهيم اتكلم على الطيارة دي دولة حجم دول أخرى مهمة هنا ولا لكن عندها الحقيقة مشاكل متراكمة كثيرة لأن هناك مشاكل كثيرة جدا متراكمة لدى محافظة الطيارة وتحتاج إلى محافظ ومواصفات خاصة وأظن أو مش أظن أنا متأكد من أن المهندس عبد الفتاح الحميد قادر على حل هذه المشكلات إن شاء الله. يحتاج الأمر لبعض الوقت، يحتاج الأمر لتكاليف، لكن أظن أن المهندس عبد الفتاح الحميد قادر على تجاوز هذه المشكلات وقادر على مواجهتها اللي هو بدأ في مواجهتها فعلا. النهارده إحنا بنستضيف في المقر لأشياء كثيرة جدا لأن إحنا حابين نسمع منه رؤيته حوالين مستقبل محافظة القاهرة، رؤيته حوالين حلول أو وتصوراته لحلول المشكلات التي تواجه محافظة القاهرة الآن، وفي نفس الإطار برضه التعاون ما بين النقابة وما بين المحافظة. وعايز أقول لكم برضه إن رسالة المحافظة الحقيقة مش تلبيس ليا يعني، لكن هو الراجل متجاوب جدا مع كل والسؤالين بصح مع وكيف كيف نمنع العشوائيه؟ السؤال الثاني مرتبط بايه؟ كيف نحافظ على المناطق الجديده من سلوك العشوائيات القديمه؟ بمعنى يعني حضرتك عملت منطقه وكلمتها ونظفت وطورت وعملت وسويت. للاسف الشديد المنطقه دي ممكن تبقى تعيش سنه، سنتين، ثلاثه، اربعه، ايا كان وقتها وتعود منطقه عشوائيه. ايه اللي حضرتك عامله او تصور حضرتك للحاجتين؟ ازاي ما تبقاش في مناطق عشوائيه جديده في القاهره؟ خاصه انا شايف الشرح بتاع حضرتك ان في سنه 2018 مش هتبقى في مناطق عشوائيه. تم الاعلان بالمناطق العشوائيه. ازاي نمنع المناطق العشوائيه؟ نمنع اقامه مناطق عشوائيه جديده؟ وكيف نحافظ على المناطق اللي حضرتك طورتها؟ اتفضل. الحقيقه السؤال يعني في الصميم وسؤال يا ريت السيد نقيب الصحفيين سؤال صعيب يعني مشابه سؤال اجابته كبيره خالص. طبعا العشوائيات نشوف منشاها الاول على فكره العشوائيات نشات في القاهره من سنه 1920 يعني هي القاهره من 1920 بدات فيها المناطق العشوائيه لسبب بسيط هي كانت دائما وابدا وما زالت مصدر فرص العمل للمحافظات الاخرى او للمناطق الاخرى المناطق الريفيه او المناطق في صعيد مصر بيجوا الى القاهره للبحث عن فرص العمل وده حاجه مشهوره.